كتاب حديث الراية للسيد علي الحسيني الميلاني. الكتاب يبحث حديث الراية سندا وفقها، وهذا الحديث يعد من أثبت خصائص أمير المؤمنين الدالة على إمامته وخلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من الأحاديث المتواترة التي تضمنته أغلب المصادر من شتى المذاهب الإسلامية، ومن أصحها وقد روي بأسانيد متكثرة عن جمع من الصحابة، وقد اتفق على روايته البخاري ومسلم، ورواه سائر أصحاب الصحاح والمسانيد. وقد تتبع السيد المؤلف أسماء 50 من الأعلام من العلماء والحفاظ من مختلف القرون رواة لهذا الحديث بأسانيدهم في كتبهم.